اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقات برنامجكم الاسبوعي برنامج اوراق اقتصاديه في عام 2019 بكل تاكيد كما تعودنا في برنامج اوراق اقتصاديه دائما نتناول اهم الاخبار والاحداث الاقتصاديه المتلاحقه نتعرف على مستجدات الساحه الاقتصاديه المحليه والاقليميه والعالميه ونتناول كل هذا بالتفصيل ولكن في اولى حلقتنا لهذا العام هي حلقة خاصة سنفتح فيها ملفا هاما وهي المبادرة التي طرحها واستهل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 وعنوان هذه المبادرة توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا. ربما نظر البعض إلى هذه المبادرة نظرة عامة أو نظرة عابرة أو نظرة فقط قد تقتصر على مسألة توفير الاحتياجات. ومحاوله تحسين معدلات ومستويات الخدمه وربما ايضا نقل الفئه الاكثر احتياجا الى الحياه الكريمه من خلال المرافق واعاده بناء مناطق كانت او كادت ان تكون عشوائيه وكذلك توفير فرص عمل وما الى ذلك ولكن بنظره بعض الاقتصاديين الثاقبه الى هذه المبادره فان هذه المبادرة تحمل بين طياتها الكثير والكثير من الاهتمامات والتوجيهات وربما قد لا تنحصر فيما ذكر من البعض ولكنها بالتاكيد قد تسلط الضوء على تغيير في معدلات النمو بالنسبة لهذه الفئات ومن ثم ينعكس هذا الامر على الدولة وعلى المعدلات الاقتصادية تغيير معدلات البطاله، إيجاد فرص عمل جديده، ما يترتب عليه بالتأكيد زيادة حجم أو أحجام العرض والطلب في السوق الداخلية، وأيضا زيادة وارتفاع معدلات الدخول للأفراد، هناك نتائج ومترتبات اقتصادية متعددة لهذه المبادرة هذا ما سنتناوله في حلقة اليوم مع المتخصصين نتعرف على الشق الاقتصادي والأوراق الاقتصادية التي تحمل هذه المبادرة بين طياتها نخرج فصل قصير ثم نبدأ فتح هذا الملف على مدار الساعة تقريبا فابقوا معنا مشاهدينا الكرام يسعدني ان يكون معي ضيفا في هذه الحلقه الاستاذ وليد غراب رئيس مجلس اداره احدى شركات الاستثمار والممثل التجاري لدوله لاتفيا بمصر اهلا بحضرتك استاذ وليد اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اهلا مشاهدينا كل عام وحضرتك بخير ومصرنا واهلنا باذن الله بخير وحضرتك والشعب المصري كله بالصحه والسلامه ان شاء الله وموفقين دايما باذن الله باذن الله فهم. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل عام 2019 بمبادره توفير حياه كريمه للفئات الاكثر احتياجا زي ما انا ربما عرضت في المقدمه انها قد تكون اخذت من البعض بشكل عام هي محاوله الارتقاء بحياه الفئات الاكثر احتياجا لكن كيف تقرا هذه المبادره من البعد التنموي الاقتصادي بشكل عام والله بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نقول في البدايه زي ما حضرتك قلت ان في ناس قرات العنوان ولكن العنوان طبعا معبر جدا و, و... و... وجميل في معناه يعني حياة كريمة لأي مواطن فطبعا غالبية الناس بتشوف الموضوع ده من منظور ان هو توفير السكن والعلاج والتعليم والصحة وما إلى ذلك يعني. الاحتياجات الأساسية يعني ده المنظور الأبعد أو الأهم لأن هو المفروض آه تعليم وصحة ومسكن دول حاجات أساسية طبعا ولكن يسبقها فرصة العمل لأن فرصة العمل وتوفير مصدر دخل للانسان اللي هو عايز يعيش بصحه كويسه وبتعليم كويس وفي مسكن كويس لازم توفر له فرص العمل الثابته يعني تضمن استمرار هذه بالظبط بالظبط ف... الاعمال او الخدمات ف... فالبعد اللي, 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 اللي بتناقشه هذه المبادره اللي اللي الاكثر اهميه هو توفير فرص العمل وده بيجي من الاهتمام بملف طبعا السيد الرئيس حريص على ان احنا فعلا نهتم بهذا الملف وهو المشروعات الصغيره والمتوسطه لان المشروعات الصغيره المتوسطة حضرتك عارف ان هي بتمثل تقريبا 90% من اجمالي الشركات الموجوده في العالم يعني الاقتصادات القويه كلها في العالم قايمه على المشروعات الصغيره المتوسطة. وده برده نقطه الناس ما بتاخدش بالها منها قوي الناس متخيله ان حجم المشروعات الكبيره ومصنع الكبير اللي هو مسمى ده العمود فقط كبير. التنميه مثلا بالظبط ولكن لا طبعا هو طبعا انت عندك المشروعات الصغيره والمتوسطه يجب الاهتمام بها بصوره كبيره جدا لان احنا زي ما قلت لحضرتك ان 90% من اجمالي عدد الشركات في العالم مشروعات صغيره ومتوسطه خلينا برضو ننوه عن ان يعني ايه مشروع صغيره ومتوسطه اللي اقل من 50 عامل فهو مشروع فهو مشروع صغير او متوسط يعني يعني اقل من 50 اقل من 50 عامل طبعا يعني عامل يعني اه بالظبط وبالمناسبه احنا قلنا 90% في العالم 99% في, في مصر ودي نسبة يعني تكاد تكون صحيحة إن شاء الله لأنه 99% من المشروعات الموجودة في مصر مشروعات صغيرة ومتوسطة. ومتناهية الصغر داخلة يا أستاذ وليد في هذا الأمر؟ أكيد طبعًا يعني هو أنت أنت حضرتك يعني طالما قلت صغيرة ومتوسطة فأنت مفيش حد أدنى ولكن يعني إحنا آه. بنتكلم في الحد الأقصى. تمام. فزي زي ما قلنا لحضرتك ان 99% من الشركات الموجوده في مصر صغيره ومتوسطه. في ثلاث مؤشرات مهمين جدا هو النسب دي لازم اي اقتصاد في العالم بياخد باله منها. المشروعات بقى الصغيره والمتوسطه اللي احنا بنوفرها دي بتاثر في ثلاث عوامل. العامل الاول هو فرص العمل بتنا يعني بتنا بت 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 بتمثل قد ايه من فرص العمل في الدوله دي دي رقم واحد. رقم اثنين بتمثل قد ايه في الناتج القومي او الناتج المحلي لهذه الدوله. رقم ثلاثه وده الاهم بتمثل قد ايه في تنميه الصادرات لهذه الدوله. تمام. فخلينا نقول نعمل بعض المقارنات كده احنا قلنا عالميا ان 90% من الشركات اللي موجوده صغيره متوسطه حوالي 70% من توفير فرص العمل في العالم من المشروعات الصغيره المتوسطه. وحوالي 65% او اسف 46% من الناتج القومي المحلي للعالم لو جينا قارنا الاتحاد اه, آه. 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 الاتحاد الاوروبي مثلا خلينا ناخد اتحاد اوروبي مثلا وناخد الولايات المتحده وناخد شرق اسيا تمام يعني انا همشي مع حضرتك هناخد الاتحاد الاوروبي وشرق اسيا والولايات المتحده لكن طمع. على النسب اللي حضرتك قلتها ناخد ممكن النسب دي على دوله زي مصر برضو نفس بالزبط. الكلام بالزبط. يعني احنا اذا محتاجين احنا نفس ب... المعدلات احنا دي نطبق في مصر بالظبط احنا بنقارن وهنقول احنا عندنا الفجوه فين تمام. احنا احنا المقارن. احنا مش بنقارن عشان احنا عايزين نعرف الناس دي بتعمل آه. ايه لا احنا 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 وضعنا برضو لازم يكون في الاعتبار لازم ولكن عشان تعمل مقارنه فانت لازم تكون عرفت البديل لا انا ما اقصدش مساله المقارنه في الاول انا اقصد اقول اذا فرضت حضرتك بتقول ان 90% من حجم المشروعات بيتوقف على الصغيره والمتوسطه في العالم بالضبط. يبقى احنا محتاجين في مصر 90% من الكيانات الموجوده حجم الشركات الموجوده متوسطة. في العالم 90% منها يندرج تحت مسمى المشروعات الصغيره والمتوسطه ننقل المعلومه دي لمصر ونخلي عندنا 90% مصر عندنا 99% من, من الشركات, في المية من الشركات. طب ده الناس بقى احنا محققينها في اول النقطه ايه زي ما قلت يعني مع فرق مقاس الرسمي زي ما بقول يعني صح التعبير بص حضرتك أنا, انا عشان عشان من 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 توش, من توش المشاهدين معانا انا قلت لحضرتك في ثلاث عوامل هما هم اللي احنا بنقيس بيهم بنقارن بيهم بره وبنقارن بيهم مصر تمام لو حضرتك عايز تسبق الـ الـ المعلومه شويه انت عايز نوصل مصر في ايه انا انا يهمني بس النسب الثلاث نسب دولت في مصر احنا فين فيهم لا انا مقصودش اقصدش نسبق في مصر في ايه انا اقصد اقول يعني حضرتك وضحت قلت ايه 90% من حجم الشركات في العالم مشروعات صغيره ومتوسطه بالظبط يعني اذا لسه قبل ما اجي لمصر هندس مصر بالتفاصيل طبعا محتاجين 90% من حجم الشركات في مصر غير المتوسطه، 70% من الناتج المحلي بتاعها يبقى 70% احنا هنا. هنوصل طبعا احنا احنا هنوصل احنا في مصر عايزين ايه دي طبعا تمام. اكيد ان شاء الله لان احنا عايزين كتير وعايزين كتير خلينا برضو كويس ان احنا قلنا النقطه دي دلوقتي عايزين كتير يبقى ما بنقولش كتير للحكومه بس لأن طبعا فيش مفيش مصرية. مفيش اقوى اقتصاديات في العالم ما بتعتمدش على الحكومه بس بتتكلم. لازم تضافر الجهود طبعاً. جهود ما بين مين ما بين الحكومه وما بين القطاع الخاص وما بين المجتمع المدني ودول اللي دعاهم الرئيس في بالزبط. المبادره المشاركه المجتمع يعني المجتمع المدني ده المبادرة. متمثل بقى في جمعيات خيريه ومتمثل في في الشباب نفسهم احنا لازم هنبعت رساله للشباب برضه تصحيح المسار يعني انت انت لازم تكون عارف انت رايح فين خبر حضرتك خلينا نبدا المقارنه زي ما حضرتك قلت نبدا مع فاحنا فاحنا بنقول تقريبا بتحدي. ان في الاتحاد الاوروبي حوالي 70% تاثير المشروعات الصغيره والمتوسطه 70% على فرص العمل يعني فرص العمل المتاحه في الاتحاد الاوروبي 70% منها من المشروعات الصغيره والمتوسطه تمام تمام وحوالي 65% من الناتج المحلي للدول الاوروبيه من المشروعات الصغيره والمتوسطه لو جينا الولايات المتحده الامريكيه برضه تقريبا هي 70% من فرص العمل المتاحه من المشروعات الصغيره والمتوسطه، وحوالي 45% من الناتج المحلي للولايات المتحده من المشروعات الصغيره والمتوسطه. تمام. اه لو جينا لليابان، اليابان, اليابان نعم. بتتجاوز 82% من فرص العمل يعني يعني اليابان سابقه شويه لاوروبا وسابقه اتحاد الولايات المتحده في موضوع فرص العمل. الاهم بقى المؤشر الثالث اللي قلته لحضرتك اللي هو مساهمه المشروعات الصغيره والمتوسطه. في حجم الصادرات او في نمو الصادرات للدوله قبل هو الم... ده اللي احنا آه. عايزين نتكلم فيه في مصر قبل ما ابدا اخش المؤشر ده نقطه تستوقفنا مهمه ان طيب. هذه الدول اللي حضرتك ضربت بيها مثلا وقسنا عليها ما فيهاش اقتصاد غير رسمي لا طبعا كويس يعني اذا احنا نقطه الاقتصاد غير رسمي اللي موجود في مصر ده ده شيء مهم ان ندرك تحت مظله الاقتصاد الرسمي ما هو ده ده ده, ده بقى ده ملف تاني خالص ده ملف تمام ملف بس هو وملف غايه في الاهميه وغايه في الخطوره أه ولازم طبعا المعامله معاه ولكن ده ده محتاج هندرجه في المقارنه برضه لما نيجي ده محتاج حلقه كامله تمام هندرجه برضه أه في المقارنه كعنصر يعني او كنقطه عنوان هام داخل في اطار تحقيق وانجاح هذه المبادره نبدا بحسب ما حضرتك بالضبط. عايز توضح أه النقطه اللي انا شايف ان فيها قصور عندنا في مصر ودي اللي عايزه تتعالج بقى وكويس ان احنا لما لما نبتدي نفتح الملف زي ده ان احنا نشوف نقط القصور مش نقط التميز عشان نقدر أه نحقق نجاحات بيها إن إن إحنا عندنا حجم مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في نمو الاقتصاد في نمو الصادرات آسف لا يتجاوز الأربعة في المية وهنا مص. هو ده المشكلة م. يعني لو أنت حضرتك قارنت هتلاقي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصين بتمثل في تنمية الصادرات 60% في تايوان حوالي 56% هونج كونج 70% كوريا حاجه و60% فانت انت انت متخيل فرق النسب بقى في نمو الصادرات احنا لا ندخل في هذه المقارنات اطلاقا ب 4% دي بالظبط فاحنا عندك فرص العمل عندنا في المشروعات الصغيره المتوسطه 76% احنا بنتكلم 70 و60 وكده هنا عندك 76% بس بنتكلم في الفجوه الرئيسيه اللي انا شايف ان هي غايه في الاهميه هي مساهمه المشروعات الصغيره المتوسطه في مصر في تنميه الصادرات تنميه الصادرات لان زي ما احنا شايفين ان الاتجاه العام واللي احنا شايفينه وده الصح على فكره في ال... في ظروفنا وفي ظروف مصر ان احنا ننمي الصادرات بتاعتنا لازم الصادرات بتاعتنا تفوق ال... ال... الاستيراد بكتير يعني تمام. شايفين ان ده اتجاه السيد الرئيس من البدايه والكلام ده اتقال برضه في مؤتمر الافريقي احنا بنشجع برضه التصدير وكنا بن... بن... بنعدل المسار مع الدول الافريقيه عشان برضه نشجع التصدير في مصر فدي الجزئيه المهمه جدا في في المشروعات الصغيره المتوسطه في مصر اللي هي محتاجه فعلا علاج وعلاج قوي. المشكله بتكمن فين يا استاذ وليد بالظبط يعني اما اوصل لمعدل ان انا عندي حجم اسهام مشروعات صغيره متوسطه 4% في حجم في الصادرات او في تنميه الصادرات بشكل عام بالزبط. يعني يبقى المشكله فين وايه العلاج لها وهل هذه المبادره قد تسهم في علاج هذه المشكله اكيد هتسهم لان هي هو سبب ان احنا قلنا المشكله دي هو العنوان اللي هو حياه كريمه احنا قلنا حياه كريمه يعني ايه يعني يعني صحه وتعليم وسكن وتوفير فرصه عمل تمام فرصه عمل يبقى انا هيساهم بيها بشكل واضح المشروعات الصغيره والمتوسطه لان انا مش هجيب طبقه كبيره جدا من الناس اللي ما عندوش شغل خالص اقول له انت محتاج تعمل مصنع او وتشغل فيه 200 عامل يعني لا يبقى انا كده مش, مش بالظبط ف... فاحنا بنتكلم في تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه عشان نوفر دخل ثابت او حياه كريمه للناس دي فزي ما حضرتك بتقول هو اللي خلانا نتكلم في حته تنميه الصادرات هو ان ان هي عامل رئيسي جدا هو هيمنه بعض المواضيع والمشاريع الكبيره على سوق التصدير ومفيش خبره يعني اللي بينتج منتج بسيط حتى نقول قلم اي منتج بيطرحوا في السوق المصري هنا اي بالظبط آه. فالثقافه عايزه تتغير انت لازم تثقف المصنع البسيط ده لازم حضرتك تعمل حلقه وصل ما بين المصنع الصغير ده وما بين التصدير. مم. انت عارف حضرتك النهارده عشان تيجي تقول له تعال انا عايزك تصدر هيروح ح... يلف حوالين نفسه. حض. هو هو هو, هو مش متدرب هو مش متثقف على الموضوع ده هو ما فيش حد بياخد بيده في القصه دي وهنا بقى يجي مجتمع يجي دور اللي, اللي بكلم حضرتك عليه ان الحكومه مش تعمل كل حاجه. مم. لازم تضافر الجهود الحكومه عليها عبء وال... والقطاع الخاص عليه عبء وال... والمجتمع المدني عليه عبء. طب معلش هستوق... استوقفت نقطة القطاع الخاص يعني هو للأسف من ميراث ومن تواريخ وعقود سابقة كان دايما مسألة التصدير والاستيراد دي حكر على القطاع الخاص طبعا. فكيف يستطيع يعني أو كيف نوجه القطاع الخاص إلى الاهتمام بتصحيح مفهوم مشروعات الصغيرة المتوسطة ورعاية صغار المستثمرين أو صغار العاملين للدخول في حقل التصدير بص حضرتك انا كدوله لازم احط المصنع الصغير ده على خريطه التصدير. كدوله، دور مؤسسي. بالظبط، دور مؤسسي ان انا الناس ديت لازم يتعمل لهم كيان، يتعمل لهم يعني انا مش مش عايز اقول حاجه بعينها، انا بتكلم في القطاع الخاص طبعا ولكن بتكلم كحكومه لهم جمعيه، لهم مجلس تصديري بيساعدهم، بيشجعهم، بيثقفهم، بيجمع منتجاتهم ديت في معارض، بيعمل لهم معارض للتصدير بتساعدهم. لان ايد لوحدها ما تسقفش هو واحد آه. لوحده مش هيعرف يعمل امكانياته الماديه او راس ماله في المشروع مش هيساعده على الحاجات اللي انا بتكلم مع فيها آه. ولكن النهارده احنا فكره المعارض نجحت جدا في مصر انا آه. يعني شايف ان المعارض الفتره الاخيره محققه نجاحات ومحققه ارقام كويسه جدا في التصدير تمام فنعمل معارض للمشروعات الصغيره والمتوسطه ديت يبقى ده و... للتصدير بالظبط القطاع الخاص برضه عليه مسؤوليه مجتمعيه اللي هي انت انت بدورك لازم تنقل الخبره يعني انا خلاص اشتغلت بقى عشرين 20 سنه اشتغلت بقى لي 30 سنه شركتي كبرت بقيت عندي خبره معينه في التصدير لازم بلا شك وبدون ما الحكومه تكون ضغط عليا في الموضوع ده دي مسؤوليه الـ 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 عايزين مصر تتقدم مش لو مش مش بالحكومه لوحدها تمام ده, ده دور القطاع الخاص ثم هيجي دور آه المجتمع المدني بس طبعا. قبل ما نتكلم بقى في دور المجتمع المدني طبعا. وفي نقاط هامه لابد ان احنا نستعرضها برضو زي التمويل وما الى ذلك وما يترتب على هذه الامور من نتائج اسمح لي لحضرتك هنخرج والساده المشاهدين تابعونا في فصل قصير نتعرف آه على بعض المعلومات حول مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير حياه كريمه للفئات الاكثر احتياجا وهذا الامر او هذه المبادره من المنظور الاقتصادي فلنتابع مشاهدينا استكمل الحوار مع ضيفي في الاستوديو الاستاذ وليد غراب رئيس مجلس اداره احد الشركات الاستثمار والمصرف التجاري لدوله لاتفيا في مصر. استاذ وليد قبل الفاصل كنا بنتكلم على ان هناك عده عوامل هامه تؤثر في تنميه الصادرات ووصلنا او توقفنا عند نقطه دور المجتمع المدني في التنميه ف حضرتك توضح لنا ايه ممكن الدور اللي يقوم به المجتمع المدني في تنميه الصادرات لانجاح مبادره توفير حياه كريمه للفئات الاكثر احتياجا زي ما قلت لحضرتك ان الـ ان ان لازم تضافر الجهود تضافر الجهود ده زي ما قلنا ان هو الحكومه مع المجتمع المدني مع القطاع الخاص القطاع الخاص القطاع الخاص بدوره زي ما قلت لحضرتك نقل الخبره بدوره التدريب لازم يبقى في مساهمه من الشركات الكبيره اللي نجحت في مجال التصدير ونجحت في صناعات معينه ان هي تدرب الجيل اللي جاي من الشباب ده على التصدير لان انت عارف ان حضرتك برضو في في عقبات كتيره بتقابل المصدر عشان نبقى برضه بنتكلم بصراحه ما نقولش ان الناس اللي خدت باع في التصدير ديت ما, ما, ما دفعتش فاتوره الكلام ده يعني. اكيد طبعا يعني بس لكن اللي داخل جديد لما هيتدرب تحت مظله خبره سابقه هيكون قوه أه. لها يعني انا انا شايف انا شايف هو ده اللي فيه قصور شويه في في القطاع الخاص في مصر هو نقل الخبره احنا م. عندنا موضوع كده برضه بيتوارث من زمان قوي ان يعني يعني سر الصنعه سر الصنعه بالعاميه يعني ايه و اه وتلاقي اه واحد اه. يعني حتى حتى مع ابنه لو ابنه معاه في الشغل بيستنى يعني لمرحله معينه يقول لك اه. يعني ما تدلوش كل حاجه في وقت واحد اه. الكلام ده يعني المفروض ان هو خلاص عليه الزمن يعني ولازم و و يتغير لان دي دي مش ثقافه الناس الناجحه ومش ثقافه الدول اللي احنا بنشوفها واخد بال حضرتك انا يعني هذكر مثال برضه بسيط قريب في لاتفيا لقيت حد من احد رجال الأعمال عامل حاجه للمشروعات الصغيره والمتوسطه وصاحبه الفكره حاجه 20 سنه بنت حاجه 20 سنه عاملين مقر الشركه مجمعين فيه حوالي الف نشاط بس لك ان تتخيل ان الشركه الصغيره عباره عن ايه في المبنى ده كله عباره عن مكتب يعني المكتب المكتب وجهاز الكمبيوتر اللي عليه والكرسي اللي قدامه هم دول شركه طيب. ومن هنا هنيجي لنقطة مهمة برضو بتلمس شوية مع المجتمع المدني اللي منه الشباب. النهاردة دي برضو مشكلة لازم تتغير وثقافة لازم تتغير تغيير مفهوم مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطه تقريباً يعني لا الل 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 اللي هو اللي أنا أقصده إن الشاب النهاردة أنت بتيجي تقول له تعالى يلا اشتغل هو عايز الأمور بشكل تقليدي اه تقليدي وبشكل كبير في بسرعة. فلا إبدأ يعني أنت لازم تبدأ حط نفسك على التراك، إبدأ في أي شغل، إبدأ بأي مرتب خد خبره الكلام ده كله انما النهارده انت عشان تيجي تقول انا عايز ابدا النهارده لازم اشتري مكتب او اجر مكتب وعايز عماله وعايز بوفيه وعايز مش عارف ايه وعايز اجهزه كمبيوتر بيتقل العبوا على نفسه كتير جدا وبالتالي ما بيبداش تمام بالحضرتك فدي دي نقطه مهمه للشباب لازم لازم يبدا ابدا باي شكل خد خبره لانك انت لو مش موجود على التراك طب مين هيشوفك ومين هيدخلك في شغل يعني يعني وهتنجح الخبره منين ويتعلم يعني من خلال الاحتكاك والتجربه طبعا بالظبط يعني زي ما قلنا يعني يعني عشان يبقى في انصاف زي ما قلنا ان المجتمع المدني والقطاع الخاص عليه دور ان هو يدرب وما يبخلش بالخبره وبالمعلومات نفس الوقت ان الشاب برضه يتقبل الامور ديت يعني يغير يعني ثقافته كليه من في, في, كلنا كلنا بدأنا بناء كلنا يعني كلنا بدانا بصوت صحيح ومش عيب والكيرف بيطلع وينزل ولازم تبدا يعني ما 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 الامور بره هو ده اللي مد... البساطه في ال... في البيزنس بره هي دي اللي مديهم النجاح على فكره تمام طيب. مفيش تعقيدات طيب. يعني استاذ وليد هيرجع ان السؤال الاهم طيب. يعني اذا قلنا مؤسسات الدوله حضرتك وزعت الادوار على مؤسسات الدوله الى جانب القطاع الخاص الى جانب المجتمع المدني من اين الاموال او مصدر التمويل كيف تراه لانجاح هذه المبادره فتح مجالات للوظائف وآفاق لمشروعات صغيره ومتوسطه ومتناهيه الصغر. بالظبط. طبعا بلا شك احنا لازم نتخلص من من موضوع البيروقراطيه اللي عندنا طبعا لان ده ده بيمثل عائق كبير في في, في الشغل وعائق كبير قدام الشباب وكده لازم يعني انا بتكلم بقى دلوقتي في دور الحكومه. دور صحيح. الحكومه هي تذليل الصعاب الورقيه والاجراءات والكلام ده كله لازم الشاب يعني يعني لان ديت مش في ايد بقى القطاع الخاص انا مش في ايدي ان انا اخلص اجراءات شركه لحد صحيح واخد بال حضرتك فده ده, ده دور الحكومه لو جينا شفنا في 2008 في ازمه اقتصاديه العالميه الصين مثلا عملت ايه الصين ضخت حوالي 700 مليار جنيه للمشروعات الصغيره والمتوسطه هو البنك المركزي حدد مع بدايه في 2018 حدد 200 مليار صدرهم صدرتهم الحكومه لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه هل هي كافيه ولا بنحتاج الى مصادر تمويل اكثر من ذلك متنوعه ومتعدده ويشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني برضه لا اكيد طبعا اكيد اكيد طبعا انا بقول لحضرتك ولكن بس يعني هو برضه رقم 200 مليار ما هوش شويه في البدايه خلينا يعني خلينا برضه دايما نبدا ما نبقاش سقف طموحاتنا عالي قوي ان احنا نقول برضه احنا عارفين الظروف الاقتصاديه اللي احنا نمر بيها واحنا في عنق زجاجه فلما بتيجي بالظبط يعني معلش انا بمثلها دايما زي ما ابني بيجي بي بي بيطلب من, من من والده حاجه في البيت فلازم يشوف هو امكاناته ايه ويتحرك فيها حدود في يعني. فهو هتقول لي ان احنا يعني حد يجي يقول لا شويه 200 مليار طب ما هو شويه أنت انتش هتبدا خالص ما نبدا ب 200 مليار وان شاء الله الامور تتحسن لان برضو المشروع الصغير بيكبر وهو بي يعني بيكفي بي بي نفسه مع برضه القطاع الخاص لازم يساهم في الحاجات دي، واخد بال حضرتك؟ زي ما قلت لك برضه لازم مراكز تدريب تتعمل على نفقه القطاع الخاص، لازم القطاع الخاص يشارك يعني هي في خلالة خلالة. يعني هي فرصة يعني حضرتك إذا كنت أيدني في كلامك كده فرصة إن القيادة السياسية تتولى مبادرة يعني معناها بتسلط عليها أو بتمنحها كل الفرص والرعاية فهي متهيألي فرصة للقطاع الخاص فرصة للمجتمع المدني فرصة للشباب يعني فإمكانية استغلال هذه المبادرة لـ لتحقيق الحياة الكريمة حضرتك شايف إزاي ممكن نقدر نستغلها إزاي أو في مجالات إيه أسوة بالتجارب اللي حضرتك اتكلمت عليها الاتحاد الأوروبي اتعامل معاها إزاي الـ الولايات المتحدة تعاملت ازاي؟ دول شرق اسيا ايضا تعاملت ازاي في عرض لحضرتك التجارب الممكنة؟ انا انا بقول لحضرتك في البدايه مثلا زي ما قلنا الصين ضخت مبلغ 700 مليار في 2008 ودي كانت ازمه اقتصاديه عالميه للمشروعات الصغيره والمتوسطه. انت حضرتك لما بتح... لما بت... لما بتحدد بادجت او بتحدد ميزانيه معينه للمشروعات الصغيره والمتوسطه فخلاص انت كده يعني بتعالج الموضوع نفسه. تمام واخد بال حضرتك؟ فهو التمويل زي ما اقول لحضرتك الحكومه جزء من التمويل القطاع الخاص عليه جزء من التمويل بس طبعا القطاع الخاص عشان يعني ان صح التعبير مش هنقول تمويل القطاع الخاص هيبقى بنظام المشاركه القطاع الخاص طب الاستثمار يا استاذ وليد القطاع الخاص يعني يستثمر في مجموعه شباب يتبنى ما, ما انا لسه بقول لحضرتك لسه بتقول لي مكتب ولابتوب ولا بتاع وفي 1000 شركه كويس ما هو ده اللي انا آه. بقوله لحضرتك هو آه. القطاع الخاص انا بس عشان ان صح التعبير فانا بقول الحكومه بتساعد القطاع الخاص بتساعد ماديا القطاع الخاص ده قطاع خاص انا مش يعني مش هيدي لحد حاجه غير هادفة للربح ما بالتأكيد. هوش خيريه في آه. في دور للجامعات الخيريه وفي دور تمام. ل... بتراعي فيه الغير القادرين والكلام ده كله ولكن انا بقى بقول الماتشنج اللي يحصل بين ال... 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 القطاع الخاص والمشروعات الصغيره المتوسطة فهو بزنس فيش مشكله ان انا جزء من رؤوس الاموال في القطاع الخاص تستثمر في المشروعات الصغيره المتوسطة تمام. وبالمناسبة ده يعني ده ده موضوع ان شاء الله احنا عاملين مبادرة يعني بتاخد هذا الشكل يعني مش هنقول يعني خط عديد عنها بس ولكن هي بت بتعالج في هذا الاطار بتسير في, في هذا, هذا الاطار تمام. بتعالج الكلام ده بالظبط بتاخد بايد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان شاء الله باذن الله قريب هنطلق المبادرة ديت والمبادرة ديت القائم بها كله من القطاع الخاص يعني طيب. مجموعة من رجال اعمال في القطاع الخاص اه طيب شايف حضرتك في حالة توفير فرص عمل للشباب وده زي ما قلنا في بداية الحلقة ان هو بياكد وجود حياة كريمة او استمرار هذه الحياة الكريمة الى جانب ما توفره مؤسسات الدولة. شايف حضرتك ايه الامكان او الى اي مدى هذه الوظائف والحياة الكريمة واستمرار نجاح مشروعات الصغيره والمتوسطه يسهم في حركه العرض والطلب العرض والطلب داخل السوق المحلي وايضا كيف يسهم في معدلات نمو الاقتصادي بالنسبه لرحله التنميه او مشروعات التنميه اللي ماشيه في مصر بلا شك مش بلا شك انا كلامي من الاول خالص بقول لحضرتك ان اكبر اقتصاديات في العالم قايمه على المشروعات الصغيره والمتوسطه ينجح ينجح يعني ده يعني يعني بلا شك هو هو مش بيساهم هو يعني انا شايف ان هو اهم محور في الدوله ينمي الاقتصاد وينمي الصادرات ويرفع من اقتصاد البلد هو الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ليه <applause> لانه هو قطاع كبير تمام. قطاع عمالي كبير بيمثل نسبه انا قلت حضرتك 76% في مصر من العماله م. في المشروعات الصغيره والمتوسطه لان طيب حضرتك كمستثمر يعني نتكلم من ارض الواقع شايف ايه المجالات اللي نقدر نفتحها او الشباب يبدا يبحث عنها وممكن يقدر عليه لان اغلب الشباب فعلا استاذ وليد هو شايف ادخل فين اشتغل في ايه؟ ما مش مش عارف فبيدور بيستسهل عايز يروح شركه يقدم يعمل سي في يقعد في مكان على مكتب و... ده اذا جات له الفرصه عن طريق او اخر لكن آه كفتحة كفتح افاق حضرتك تقدر تعرض لي مثلا بعض النماذج والامثله شباب ده توجه ازاي؟ العقبات اللي ممكن تقابله يقدر يتغلب عليها ازاي؟ إيه؟ إيه؟ في روشته كده بشكل عام. والله زي ما بقول لحضرتك هو اهم نقطه التدريب والتاهيل. زي, زي ما ده. قلت لحضرتك في البدايه انت اي حد النهارده شاب لسه بادئ لو حضرتك جبته اديته فلوس وقلت له يلا ابدا غالبا انت بتغرقه تمام يعني غالبا انت بتقول له خد اه ضيع الفلوس دي اذا الخطوه الاولى منين التدريب والتاهيل لازم الحكومه تهتم وبقول لحضرتك ده الجهود وبالتنسيق مع القطاع الخاص تنسيق انا 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 عايزه يعني يفهم بالشكل الصحيح ولكن يكون في شيء الزامي ان القطاع الخاص ده يساهم زي ما حضرتك استاذ الاستاذ الدكتور في كليه الطب لازم بيروح القصر العيني ولازم بيروح الجامعه ولازم بيروح مستشفيات الحكومه. تمام. عشان خبرته تنتقل للدكاتره الصغيرين وعشان المرضى الغير قادرين يستفادوا من علمه. بالظبط في البيزنس لازم الامور تبقى كده، القطاع الخاص لازم يلزم بمسؤوليه مجتمعيه لتدريب وتاهيل الشباب دولت على كافه الاصعده. موضوع اختيار مجال معين فده حضرتك دي مهارات، انا انت عندك انشطه كثيره جدا في مصر شايف الاستثمار العقاري واخد باع كبير جدا. وده تحت منه الاف المهن المهن والوظائف يعني بالظبط طب القطاع القطاع التجاري القطاع الصناعي شايف حضرتك برضه ازاي انا بقول لحضرتك مم. انت النهارده المشروعات الصغيره والمتوسطه ديت هو انت احنا مش عايزين نعكس الموضوع مم. احنا مش عايزين نقول للشباب تعالوا تعال انت اشتغل في الحته دي بس اه لا هو لا قادر كذا انا عايز اقول انت انت حابب ايه انت حابب تدي في ايه انت انت مشروعك ايه قدم دراسه الجدوى بتاعتك يعني أنا احنا انا بتكلم في يعني خلينا فور اكزامبل كده يعني مثال بسيط آه لل... 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 للمبادره اللي احنا بنتكلم م. عليها، المبادره اللي انا بتكلم عليها دي بمنتهى البساطه ان احنا مجموعه من... من من رجال اعمال بنحاول ان احنا ننقل الخبرات، كل اللي حضرتك قلته لك اللي فات ده من واقع عملي انا واحد من الناس بدات ازاي؟ بدات صغير قابلني ايه؟ قابلني عقبات واحد اثنين ثلاثه اربعه، طيب احنا بدورنا ومسؤولية المجتمعيه بتاعتنا لازم نزلل الصعاب ديت للناس اللي هي اللي بادئه فالمبادره ديت بتقول كده بتقول ان احنا هنعمل سايد السايد ده هيتقدم عليه سين او صاد او عين من الناس بيقدم فكرته والفكرته دي بتندرس بنساعده الاول انت عامل دراسه جدوى ولا لا موضوع برضه الدراسات الجدوى ده مهم جدا يعني يعني ثقافه عمل دراسه الجدوى للمشروعات الصغيره والمتوسطه برضه غايبه وغايبه ليه لان النهارده برضه الشاب لما بيجي يقرب من ناحيه العنوان ده بيلاقيه مكلف وحاجات بتخض هي بالزبط. ده اذا كان في مجال انا اسف معلش يعني اذا كان في مجال الاقتصادي اساسا يعني كمان يعرف الجذب ده لكن في واحد هو في مؤهله مش في المجالات الاقتصاديه خالص ولا الاحتكاك ومش عارف اصلا يبدا منين يتحرك ازاي يستفيد من مبادره السيد الرئيس دي ازاي ويتعامل ازاي بس ما انا بقول لحضرتك الموضوع عايز هيكل تنظيمي بقى هيكل لازم تنظيم. الامور تبقى منظمه لازم الشاب اللي هو عنده فكره ده يلاقي اللي يسمعها منه ويلاقي اللي يدرسها لازم مكان مختص لعمل دراسات الجدوى زي ما بقول لحضرتك عندنا المبادره اللي بنتكلم فيها ان احنا ه... ه... الفكره هتندرس هو عامل دراسه جدوى ولا لا لو عامل دراسه جدوى هتتراجع مش عامل هنحاول نعمل دراسه الجدوى توفير الاماكن زي ما قلت لك التدريب والتاهيل وعمل دراسات الجدوى والمتابعه فيما بعد الشغل واللي اهم من ده كله كمان بعد ما يشتغل وينتج هو في مشروعه انا بقى افتح له افاق افاق التصدير افاق التسويق تعرف عارف برضه النهارده حجم يعني اما يجي حد يعمل دعايه واعلان عن عن منتج معين بيكلفه كتير تمام <applause> <applause> زي ما قلنا برضو الخبره في التصدير محتاجه 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 معلومات محتاجه, صحيح. محتاجة, مش محتاجة أي تكلفه يعني. يعني. فاللي انا اقصده ان 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 تضافر الجهود ديت الحكومه مع القطاع المدني مع القطاع الخاص بيعملوا مظله المظله دي بتخدم الناس دي كلها جماعه يعني 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 مجموعه كبيره بتخدم الموضوع ده نيجي لمصر حضرتك قلت 4% عندنا احنا اسهام مشروعات صغيره طبعًا ومتوسطه طبعًا. في عمليه تنميه الصادرات. ودي نسبه ضئيله جدا طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك هم ثلاث مؤشرات فرص العمل والناتج المحلي والمساهمه في تنميه الصادرات، تنميه الصادرات في مصر هو ده هو ده اللي عايز علاج طيب الناتج المحلي؟ احنا بنتكلم في نسب معقوله، احنا احنا قريبين في الناتج المحلي ما انا بقول لحضرتك في يعني انت انت بتشوف المشروعات الصغيره والمتوسطه مؤثرة في الثلاث نسب دولت ازاي؟ م. فاحنا احنا زي ما بقول لك القصور عندنا في في, في في تاثير المشروعات الصغيرة المتوسطة في النمو الاقتصادي في النمو التصدير. تمام اه يعني هي دي الجانب دي النقطة المهمة دي 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 أو, أو ال. دي النقطة لازم دي النقطة لازم آه. تعلى زي ما قلت لحضرتك احنا قارنا ببعض الدول ستين في 60% و70% وبعدين برضو أنا أنا شخصيا ضد مفهوم ما تقارنيش بالصين وما تقارنيش باليابان وما تقارنيش بكوريا وما أتقرن... آه. لا انا م. لازم اقارن بال 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 بالحد الناجح لازم لازم اقارن بدوله ب... ناجحه آه. يعني يعني بعض الناس تيجي تقول لك ايه ما... يعني ما تقارنيش انا ب... مش عارف لا انت مصر تمام انت 100 مليون طيب انت 100 مليون مستهلك انت طاقه فليه لا اتقارن وشوف يعني شوف الاعلى وحاول توصل له اه اذا في الدقيقه المتبقيه استاذ وليد اذا مبادره الرئيس من وجهه نظر حضرتك في توفير حياه كريمه دي بتعتبر الاكثر لك طبعا فرصه ذهبيه للشباب للبحث عن العمل وايجاد الفرص مطالبه للدوله ومؤسساتها بالاهتمام بعمليه التاهيل وعمليه تدريب مشاركه هامه من <applause> عفوا القطاع الخاص ومن مجتمع المدني الرساله الاخيره من حضرتك في الدقيقه المتبقيه لانجاح هذه المبادره واستغلال اهتمام القياده السياسيه بالنهوض بحياه او توفير حياه كريمه للفئات الاكثر احتياجا. المبادره رغم جمال عنوانها وقوته وانا شايف انه معبر جدا بس خلينا نقول يعني ايه مبادره. انا لما باجي اقول لحضرتك انا ببادر ان انا اعمل كذا معاك، انا ببادر. يبقى ببادر ببادر بب دكتور ايدي. ببادر يبقى آه. بمد ايدي لحضرتك، طب حضرتك ما مدتش ايدك. مش هنعمل حاجه. مين بقى الطرف الثاني اللي حضرتك عايزه؟ فاحنا بنقول في مبادره م. الحكومة والرئيس بدرم بأن هو نعمل مبادرة حاجة اسمها حياة كريمة بجميع جوانبها زي ما قلنا كويس. الجانب الاقتصادي ما بيخ... لا يقع ال... العبء فيه على الدولة بس ده لازم تضافر الجهود أنا برجع تاني لك لازم تضافر الجهود ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص وما بين المجتمع المدني يعني إلا ما يحدث ذلك ونضيف عليه نقطة مهمة جدا احنا ركزنا عليها في كلامنا برضو اللي هي استعداد الشباب استعد طبعًا. انا ما بقولش طبعًا. برضو امكانيات وخبرة لا انت حت, انت هتلاقي الكلام ده بس استعدادك ما تقولش انا لسه هبدا اخد مش عارف ايه لسه هبدا اعمل موضوع صغير كده اه طبعا لازم تبدا تمام ف... يعني اذا هم الجميع لازم يستغلوا هذه المبادرة لمصلحة الجميع بالظبط بالظبط أستاذ وليد غراب رئيس مجلس اداره احدى شركات الاستثمار والممثل التجاري لدوله لاتفيا بمصر شرفتنا في حلقه اليوم ونتمنى نجاح مبادره رب رجال الاعمال حضرتك ان شاء الله ان شاء الله قريب الله مثل هذا النمط لنجاح مبادره مبادره السيد الرئيس في توفير حياه كريمه للفئات الاكثر احتياجا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا شكرا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم برنامج أوراق اقتصادية نلقاكم الأسبوع القادم على خير وأوراق جديدة وملف جديد دمتم في أمان الله